أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون.
سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا صدكم عما كان يعبد آباؤكم وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما وكذب الذين من قبلهم وما
فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.